السلام عليكم يا أيها الناس، اتقوا ربكم. هذا النداء من الله جل جلاله، وهذه العبارة بهذا اللفظ جاءت في القرآن الكريم في 3 مواضع، فما هي وفي أي المعاني جاءت؟ تابعونا. لغة وقرآن وعلم يغتنم، فلنبعث الأنوار من رحم الظلم. فالله أخبرنا بنص كتابه في محكم الآيات، علم بالقلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. القرآن العظيم كلام الله المعجز، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فيه بيان كل شيء، وهو دستورنا ومنهاجنا العظيم الذي نتبعه في كل شيء، وعلينا أن نأتمر بأوامره وأن ننتهي عن نواهيه. وقد خاطب الله الإنسان وخاطب المسلمين والمؤمنين بعدة أنواع من الخطاب، ومن العبارات التي خاطب بها الله الناس عبارة يا أيها الناس. وقد جاءت هذه العبارة يا أيها الناس مقترنة بكلمتي اتقوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم، وذلك في 3 مواضع، فما هي ولماذا خاطبنا الله بهذا النداء في هذه المواضع 3؟ الموضوع الأول جاء في سورة النساء، يقول الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. فالله يأمر الناس في هذه الآية بتقواه، والتقوى هي العبادة الحق بحق الله جل جلاله، وهي توحيده وتنزيهه. فالخلق مرتبط بالعبادة، ويبين الله لنا أنه خلقنا من نفس واحدة وبث من هذين الزوجين رجالا كثيرا ونساء، ثم يأمرنا بصلة الرحم، وتنتهي الآية بأن الله رقيب علينا. لذلك علينا تحقيق التقوى وتحقيق عبادة الله حق عبادته. الموضوع الثاني جاء في بداية سورة الحج، يقول الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وهاتان الآيتان في بداية سورة الحج تنبئانا عن أمر عظيم، عن أمر الساعة، وتربط تقوى الله بهذه الساعة. فمن أراد أن ينجو في تلك الساعة التي تذهل فيها كل مرضعة عما أرضعت، أي حتى الأم لا تسأل عن أبنائها، في هذا الموقف العظيم لن ينفعنا إلا التقوى. فعلينا بتقوى الله وطاعته وعبادته حق التقوى والطاعة والعبادة لننجو من هذا الموقف العظيم. الموضع الثالث جاء في سورة لقمان، يقول الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وهنا أيضا في هذه الآية العظيمة يأمرنا الله بالتقوى، ويحذرنا من يوم القيامة، ذلك اليوم العظيم والمشهد العظيم، حين لا يجزي أحد عن أحد، لا والد عن ولده ولا مولود عن والده. وينهانا الله على أن تغرنا الحياة الدنيا وأن يفتننا الشيطان. فالتقوى هي نجاتنا. هذه المواضيع الثلاثة التي جاءت فيها عبارة يا أيها الناس اتقوا ربكم، فالتقوى ستنجينا يوم الموقف العظيم. فعلينا أن نتقي الله حق تقواه، علنا ننجو يوم العرض عليه. أسأل الله الهداية والإخلاص والتقوى والاستقامة لي ولكم. دمتم برعاية الله وحفظه. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم.